كده ممنوع. لا ما بس ممنوع يعني سيبوا كل واحد يختار اللي هو عايزه بلاش. هيجي على دماغهم اللي هي اللي هيحس انه يعني السلبي ده يقعد بقى في البيت ويجراله بصراحة. دي لا عمري في حياتي فرحان نازل فرحان مبسوط حاسس ان انا واجب عليا بلدي انزل بقى يعني اشارك الشعب ده كله. حضرتك متوقع ايه العملية السياسية بعد كده في مصر؟ اهم حاجة الاول ان اللي يجي ده جاي عن طريق الشعب خلاص كلنا بنوافق ونبتدي نبقى جنبه ايا كان على فكرة يعني اصله كلهم مصريين بس يبقى جنبه ازاي جنبه خلاص بقى يعني ان نوافق على اللي هيعمله واللي الشعب كله مش انا يعني الشعب كله يبقى جنب الرئيس بس. تتوقع الرئيس القادم ان شاء الله في ظل عدم اعلان الدستور او اتمام الدستور هل هيبقى له صلاحيات فعلا يمارس بها حقوقه السياسيه؟ هو طبعا هيكون له اكيد طبعا لازم الرئيس الجمهورية يعني هيكون له صلاحيات كتير ممكن طبعا ما تبقاش الصلاحيات المفرطه دي يعني ها في مجلس الشعب كمان لازم العمليه تتوازن. حضرتك تقولي الخلافات اللي ما بين اعضاء مجلس الشعب تغيرات كل ده لو جه رئيس هيتحل كله على فكره هيبقى مش يتحل يعني يتحل لا المشاكل هتتحل. الرئيس الاسلامي او الرئيس الليبرالي هل من يصلح لمصر الان؟ اللي يختار الشعب. ابعدي عن السؤال برضو بتاعك ده ها اللي يختار الشعب هو ده بعد اختيار الشعب رئيس مجلس هل العسكر بعد ذلك ان ينسحب هينسحبوا طبعا لانهم مش فاضيين على فكره يعني اللي فاهم ان المجلس العسكري ده فاضي للمشاكل اللي احنا فيها دي لا في مشاكل تانية كبيره جدا وجايز هم مش عاوزين يعرفوا الشعب بالخطر ده قوي انما في خطر من كل جهه جنبك يعني ابسط حاجه الاسلحه اللي بتخش لك دي هو ده مش خطر ولا ايه يعني الناس الشعب ده يبقى فيه ضرب ويضرب بقنابل ويضرب بصواريخ طيارات والكلام فاضي ده ما ينفعش يعني في خطر فلازم الجيش يشوف شغله بقى بس وربنا يوفق مصر دي يعني حاجه كبيره قوي يا ناس ما انا قلت والله الشرطه يا فندم النهارده هل رجعت او خليت تقولي للشرطه انها بترجع واديكوا شايفين ادي احنا الشرطه في ناس بيموتوا لحد النهارده الصبح ولحد امبارح بالليل ناس من الشرطه ماتوا فالشرطه دول اصلا هم اخواتي واخواتك وابني ويعني مش ما كملوا الفرحه يا سلام. طب الجاز البنزين ماله؟ انا بحط 92 كله هيتحل يا حاج باذن الله ان شاء الله الرئيس يجي وكله هيتحل ان شاء الله شكرا على اول طريق النهضه ولا تانيب من حضرتك ايه مش هيحضر الانتخابات دي عقوبه ولا تانيب من حضرتك عقوبه عليه هو يستحمل بعد كده يعني بمعنى مثلا لازم ينزل امال يعني ايه اسمه مصري يعني ايه مصري ينزل يأدي الواجب اللي عليه. طيب يا أستاذ محمد دلوقتي مثلا واحد محلك